الزمالك بطل الكونفدراليه 2019 امام نهضه بركان، ما الفارق ما بين 2019 و 2024؟ نعم، كل دور هناك مسلسل يتطور لكرة 24 أو سابقتها، فكل واحد لها خصوصية. اللاعبين الذين لعبوا في المباراة السابقة ليسوا هم اللاعبين الذين يلعبون في 2024. كل تغير، العناصر تغيرت، المدرب تغير، كل تغير، لكن هذا التغير دائما يكون تراكمي. التجارب، تجارب نهضة بركان هي تعتمد على المحاور التالية: العرض الكروي، ثم العمل الكروي، ثم التعبئة والتواصل. هذه العناصر كلها متوفرة الآن في بركان، وهي مقابلات تعتبر عادية بين الفريقين، والذي ينتصر سنسبق له. حسين كتابي، المسؤول الإعلامي لفريق نهضة بركان، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.